بتبيع الاشاعات النادي الافريقي، ما ينجمش تصير حتى حاجه الا لما اشاعات. انت تفسر معناتها على الكلام اللي يتقال، خصوصا انه قيس مش خالص في الرواتب نتاعو، ولا الكلام اللي خرج قيس مش خالص ثلاثة اشهر. واضح. ما هذاش قال ولا مش ما يقال، ما يقال، ما يداو له جمهور النادي الافريقي. كلم من اداره النادي، اداره النادي قالت له مانيش مخلص ثلاثة اشهر، فهمتني؟ وصارت ما يمكن ملاسنه بين قيس ولا رئيس النادي ولا قيس ولا مدير رياضي، اذا ما صار جمله، فهمتني؟ عندك ما يثبت عندك ما فوالا. انا جيت معناتها ما كناش نحبوا نوصلوا هكا، فهمتني؟ ولو انه مش مصر هو هذه معناتها الخلاص نتاع قيس اليعقوبي اللي قلنا ونعاودوا اللي هو خالص مش هو برك معاه، اللي خرجوا زوز معاه سي لطفي الرويسي وسي رفقي المعد البدني، ما نعرفش انا عطيتها لاداره توا الاخراج كان تنجموا تعديوها في الواحد، اللي هما خالصين شهر سبتمبر. هانا به ما كنتش مصدقين، هانا خرجنا اللي هما خالصين حتى شهر سبتمبر، فهمتني؟ ما نعرفش كان تنجموا تعديوهم ولا لا في الشاشه، قاعدين نشاهدوا فيه فوالا على الشاشه. فوالا دونك السيد خالص ما فماش معناتها امور ماديه، فهمتني؟